الجزء الأول من العادات الصحية اللي بنشتريه دايماً هو اللي بناكله، وإزاي نحول حياتنا من كده لكده. أول حاجة، حاولوا تروحوا الصبح سواء الأسواق المحلية أو السوبر ماركت، بتكون الحاجة طازة ولسه ايدين كتير ما لمستهاش وموجودة بكميات كبيرة. وحاولوا على قد ما تقدروا تنزلوا بنفسكم وتنقوا الحاجة، ساعات بتكتشفوا حاجات جديدة ما كنتوش باخدين بالها منكم قبل كده. حاولوا تروحوا الأماكن اللي بتخليكم تنقوا الحاجة بوحدتها، نقوا الحاجة اللي شكلها حلو عشان تشجعكوا تكملوا. اختاروا الحاجات اللي مش معلبة أو الحاجات المعلبة لو حالتها كويسة. تاني حاجة، البدايل، بدلوا الحاجات المصنعة بحاجات خام، بدلوا الحاجات المكتوب عليها صحية ولايت بالحاجات الطبيعية، وتقروا مكونات بعناية. الخطوة اللي بعد كده السهولة، حاولوا تلاقوا الحاجات اللي بتسهل حياتكم لو مشغولين وتخليكم ماشيين على التراك المظبوط. الحاجات المجمدة، دايما الفاكهة في الموسم بتاعها بتبقى فوائدها اكتر، بس ممكن تعملوا توازن بين الاتنين. هاتوا حاجات فيها بروتين عالي وقيمة غذائية عالية مش كالوريز فاضية، ودايما خلوا حاجة السلطة او السندوتشات جاهزة في البيت زي العيش والخس والرايس كيكس، وما تنسوش التوابل.